السلام عليكم ورحمة الله. الرابع الأدبي إن شاء الله اليوم راح نبلش بدرس جديد. عندنا الحذف عندنا لهنا لصفحة 30، كتبت لكم عليه الدرس السابق. فهنا راح ناخذ الطبيعة الجغرافية، فإذا هذا مكمل للموضوع الجاي. فإذا هذا راح نقرأه. الطبيعة الجغرافية شيء، الطبيعة الجغرافية متغيرة، هذه معلومة متعارف عليها أنه الطبيعة الجغرافية متغيرة، الانحدار والارتفاعات والانخفاضات هذه تتغير بمرور الزمن. وإن كان أبرز تغيير هو الذي حصل في النصف الثاني من القرن العشرين، وقد تضمن هذا التغيير كل من المحتوى والموضوع والهدف والطريقة والمنهج. إحنا نقصد أيضا التغييرات الجغرافية اللي تحدث بالبيانات اللي إحنا ندخلها عندنا، وحتى المعايير العلمية المستخدمة في التحليل والتقييم، الأدوات التي تستعملها في هذه المعايير. وقد ساعد هذا التغيير المبتكرات التكنولوجية كالحاسوب وما يرتبط بها من نظم كنظم المعلومات الجغرافية واستغلاليته في الحصول على بيانات كاستعمال الاستشعار عن بعد. ويمكن إدراك طبيعة الجغرافيا من خلال تعرفنا على المفاهيم التي تكشف هذه الطبيعة ومنها. إذا إيش هي المفاهيم اللي تكشف لنا هذه الطبيعة، طبيعة التغيرات؟ إحنا بدنا نتكلم عن التغيير. فإذا التغيير الجغرافي، الطبيعة الجغرافية والتغيير الجغرافي بالنسبة للبيانات. فإذا هذه البيانات وين تتغير عندنا؟ هذه البيانات تتغير عندنا في كل من المواضيع التالية اللي راح نجي ناخذها بعد شوية، اللي هي التباين المكاني والتوطن والعلاقات المكانية والانتشار والإقليمية. إذا هذه المواضيع، أرجع أعيد، هذه المواضيع اللي هي الطبيعة الجغرافية في تغيير مستمر، اللي هي التباين المكاني، التوطن، العلاقات المكانية، الانتشار والإقليمية. فإذا راح نجي عليها بالتفصيل. فإذا التباين المكاني، إيش نقصد بالتباين المكاني؟ إذا التباين المكاني هو الاختلاف من مكان إلى آخر ومن ظاهرة إلى أخرى، سواء كانت طبيعية أو كانت بشرية. فهذه الأماكن كلها في تباين. مثلا عندنا بالعراق، احنا نتكلم عن، خلينا نقول على سبيل المثال، نتكلم عن سطح العراق. فإن سطح العراق في تباين، بها تباين. ايش نقصد بالتباين؟ بها تغيير، بها اختلاف من الشمال إلى الجنوب، من ناحية الأمطار، ومن ناحية درجات الحرارة، ومن ناحية الطول ودوائر العرض، ومن ناحية الموقع الجغرافي، ومن ناحية التضاريس اللي عندنا، الجبال والسهول والوديان فإذا هذا هو اللي نسميه التباين المكاني. أن سطح الأرض هو ميدان دراسة الجغرافيا لأنها تدرس. فإذا هذه نسويها على شكل تعليل، ليش سطح الأرض هو ميدان دراسة الجغرافيا؟ فإذا هذه هنا نكتب علل. إذا الجواب حيكون لأنها تدرس التباين المكاني للظواهر الطبيعية والبشرية، وإنه أساس وجود علم الجغرافيا هو التباين المكاني، وبدونه لا يمكن أن يكون معنى لدراسة الجغرافيا. إذن هذا التعليل اللي أشرناه، هنا نكتب لكم الجواب حتى تكون واضحة أمامكم. إذن علم الجغرافيا اللي هو يتناول سطح الأرض. فإذن ليش ظهر عندنا علم الجغرافيا والبيانات الجغرافية؟ ظهر عندنا بسبب اختلاف والتباين المكاني اللي تكلمنا عنه قبل شوية. يعني مثلا احنا عندنا مناطق مرتفعة عن سطح البحر، ومناطق منخفضة عن سطح البحر، وعندنا مناطق جبلية، وعندنا مناطق سهلية، وعندنا هضاب. فبالتالي ظهر عندنا دراسة علم الجغرافيا، لأن توزيع الظواهر الجغرافية الطبيعية منها والبشرية لا يكون متجانسا او متشابها على جميع انحاء سطح الارض. فهناك الجبال والهضاب والسهول والوديان والغابات والانهار والثلوج، وحتى تلك الظواهر لا تكون متجانسه هي الاخرى فيما بينها. فالجبال على سبيل المثال، اذا هنا تكلمنا انه كل هذه الظواهر اللي موجوده عندنا كلها مختلفه عن بعض. حتى يذكر ان هنا مثال انه حتى الجبال هنالك اختلاف فيما بينهم. يعني مثلا لو عندنا كل الجبال بارتفاع واحد، بكثافه واحده، فبسلسلة واحدة، فما راح يطلع عندنا، ما راح نقدر ندرس الجبال. ليش؟ لأن ندرسها الدراسة تكون سهلة جدا، هي جبل واحد راح ندرسه ونطبقه على باقي الجبال الموجودة. فهنا على سبيل المثال، هنا أيضا حتى عندنا في الجبال تباين، يعني اختلاف من حيث المساحة التي تشغلها بين منطقة وأخرى، والنبات الطبيعي قد لا يكون متشابها. طبعا احنا نتكلم عن الجبال، مثلا الجبال اللي موجودة عندنا
هي مختلفة عن السلاسل الجبلية الموجودة بالشمال الأفريقي مثلا على سبيل المثال. ليش هي مختلفة عن جبال الأطلس مثلا؟ ليش هي مختلفة؟ هي مختلفة من ناحية الارتفاع والانخفاض، ومن ناحية النبات الطبيعي، ومن ناحية الحشائش اللي تغطيها، ومن ناحية الأشجار الموجودة. فليش هذا الاختلاف يكون؟ هذا الاختلاف يكون بسبب اختلاف المناخ من منطقة إلى أخرى. يعني احنا لو مناخنا متشابه مع مناخ جبال الأطلس، كان أيضا راح يكون عندنا نفس النبات الطبيعي ونفس، فإذا هنالك اختلاف. فإذا هذا الاختلاف إيش يحتاج؟ يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى بيانات. وأخرى النباتات الصحراوية، إذا هذه الصور راح نلاحظها بعد شوية التي توضح مفهوم التباين المكاني في النبات الطبيعي. إذا مفهوم هنا جايبين مثال عن مفهوم التباين المكاني. التباين المكاني إيش في النبات الطبيعي؟ يعني هنا نوع، عندنا نوع من النبات الطبيعي، وهنا عندنا نوع آخر من النبات الطبيعي، وكلاهما ضمن تصنيف النبات الطبيعي. فإذا خلوها ببالكم أنه التباين المكاني نقصد به الاختلاف المكاني، الاختلاف المكاني من حيث الظواهر البشرية والطبيعية وكلها. ولا يقتصر الأمر على الظواهر الطبيعية فقط، بل هناك تباين مكاني من الظواهر البشرية على سطح الأرض اللي قلت لكم يا قبل شوية. حتى في الظواهر البشرية عندنا اختلاف، مثل أعداد السكان ومعدلات النمو والهجرة واللغة والدين والجنس وغيرها من المتغيرات الأخرى. إذا حالتي يعني في الحالتين أنه هذه بالطبيعية وهذه بالبشرية أيضا عندنا اختلاف. مثلا إحنا في على أحواض الأنهار هنالك كثافات سكانية عالية جدا، بينما في المناطق الصحراوية هنالك كثافة قليلة جدا. وهذه تعود إلى أسباب نرجع عليها إن شاء الله بالجغرافيا الطبيعية. هذه ضمن الجغرافيا، احنا اذا نتكلم ضمن الجغرافيا الرقمية نسميها البيانات. اما هذا الموضوع اللي راح نشرحه فهي ضمن الجغرافيا الطبيعية. فايضا حتى بالنسبة للهجرة، احنا عندنا بلدان موجودة فيها هجرات كبيرة، وبلدان هي بلدان طاردة، وعندنا بلدان هي بلدان جاذبة. البلدان الطاردة شنو اللي تكون بها نسبة الهجرة اعلى من نسبة الوفود؟ أما بالنسبة للجنس وغيرها فهذه أيضا تختلف، إحنا أعراق مختلفة من جميع أنحاء العالم، فهذه الاختلاف أيضا تؤدي إلى تباين مكانيا في الظواهر البشرية. فإذا هنا عندنا شكل 7، صورة لمنطقة تسود فيها الحشائش الطويلة مع أشجار قصيرة في المناطق، نباتات السافانا في أفريقيا. إذا هذه النباتات الموجودة هي نباتات أفريقية موجودة في القارة الأفريقية، النباتات الطبيعية. وأيضا هذه الصور لمنطقة تزود فيها أشجار السافانا أيضا، ومنطقة صور لمنطقة تزود فيها النباتات الصحراوية. إذا هذه الصور تنطينا دليل على أنه هنالك اختلاف وتباين من ناحية النبات الطبيعي. هذا الاختلاف يعود إلى المناخ. سبب هذا الاختلاف هو اختلاف المناخ من منطقة إلى أخرى. إذا الغابات الصنوبرية أيضا، هنا هذه الغابات الصنوبرية، هذه صورة لمنطقة تسود فيها الغابات الصنوبرية. إن الأخذ بمفهوم التباين المكاني يكمن أو عفوا يمكن الجغرافيين من تقسيم سطح الأرض إلى أقاليم جديدة والكشف عن مناطق متجانسة فيما بينها. فعلى سبيل المثال، عند تقسيم المظاهر سطح الأرض نجد الجبال تتركز في الأقسام الشمالية الشرقية، والهضبة في الأقسام الغربية، والسهول سهل الرسوب في الأقسام الوسطى والجنوبية منه، وبالأماكن وبالإمكان عفوا تمثيلها في خرائط توزيعية لكي يتم تحليلها ورسم حدودها بدقة. إذا هذه أيضا أنتم أخذتوها بالثالث، هذه الجبال تتوزع، لكن إحنا عندنا هذا الموضوع إنه ندرسه بجانب مختلف، إنه إحنا ندرس عندنا التباين المكاني على سطح الأرض. وهذا التباين المكاني إيش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا أقاليم جديدة. إذا إحنا ذكرنا إنه ضمن البيانات المتغيرة هي الأقليمية. فإذا إيش نقصد بالأقليمية؟ راح نجي عليها بعد شوية وناخذها إن شاء الله بعد العلاقات المكانية. راح ناخذ الأقليمية ونعرف شنو التوطن والأقليمية، راح نعرف شنو معناها. إذا العلاقات المكانية إيش نقصد بيها؟ طبعا انا دا اختصر بالتأشيرات فقط، اللي مؤشر مطلوب من عندكم، اللي كاتب عليه تأشير وشغلة مهمة انتم تأشروها عندكم بالكتاب وهي مطلوبة. ان وجود المكان الجغرافي يسبق الاشياء الموجودة. طبعا احنا نعرف انه
المكان الجغرافي هي تسبق الأشياء الموجودة. مثلا إحنا عندنا مناطق تعرضت إلى عوامل تعرية وعوامل تجوية، فإذا هذه المناطق راح يختلف شكلها، فبالتالي هي نفس هالمكان الجغرافي لكن الأشياء الموجودة عليه في خصائصها مختلفة، تختلف بمرور الزمن. مهما كانت طبيعة الأشياء التي يحتوي عليها، فالمكان أو المساحة التي يقوم عليها بين الإنسان وبيئته الطبيعية تنمو وتتطور باستمرار مع مرور الزمن. فالجغرافيا ليست علما للظواهر، بل علم العلاقات التي تربط هذه الظواهر بالجغرافيا. لا تدرس الظواهر لذاتها، وإنما تدرسها من حيث علاقتها بالإنسان ومدى استجابة النشاط البشري لها. وكذلك إن دراسة النشاط البشري لا تتم دون معرفة البيئة الطبيعية. فإذن هنا راح نيجي على موضوع التوطن. احنا هذه المواضيع كلها نلمها بإيش؟ الطبيعة الجغرافية والمتغيرات. فإذا التوطن الجغرافي، إيش نقصد بالتوطن الجغرافي؟ بشكل عام شنو نقصد بالتوطن الجغرافي؟ فإذا تقدرون توقفون الفيديو وتسألون نفسكم إيش هو التوطن الجغرافي. تريدون إجابتكم تكتبوها على ورقة قبل ما تقرون إجابتكم، تكتبوها على ورقة وبعدين لما نيجي نقرأ نشوف نقارن إجابتنا بما هو موجود وما هو أمامنا. فتقدرون توقفون الفيديو وتجاوبون ويا نفسكم، أو تكتبوها على ورقة كنوع من نشاط للدماغ. فإذا التوطن نقصد بها إيش؟ يدرس التوطن، يدرس الإنسان والمكان الذي يتخذه الإنسان مكانا يعيش عليه. فإذا يدرس الإنسان والمكان الذي يتخذه الإنسان موطنا حتى يعيش عليه، أو مكانا ليعيش عليه. فإذا هذا باختصار جدا. إذا هذا التوطن. وأيضا عندنا الأرض توجد بها أغلفة عديدة، مثل الغلاف الصخري والغلاف الهيدرولوجي وأيضا الغلاف الحيوي والغلاف الغازي. إذن راح نجي نقرأها. إن الجغرافيا تدرس الأرض موطن للإنسان. هنا عندنا سؤال، ما هو دور التقدم التكنولوجي بالتوطن؟ إذن هنا عندنا التكنولوجيا، إذن شنو هو دور التقدم أو التطور التكنولوجي بالتوطن؟ راح نجي ناخذ التكنولوجيا بعد شوية، لكن خلينا نقرأ هذه. إن الجغرافيا تدرس الأرض موطنا للإنسان، ومفهوم الموطن هذا يحدد مضمون الجغرافيا، فهي تدرس الأرض كبيئة طبيعية للإنسان. إذ تتألف هذه البيئة من أربعة أغلفة تحيط بالأرض، هذه ماخذيها سنوات سابقة، الغلاف الصخري والغلاف الهيدرولوجي الماء والغلاف الحيوي النبات الطبيعي والحياة الحيوانية، وأيضا عندنا الغلاف الغازي. إذا راح نجي ندخل بصلب الموضوع، وإن العلاقة بين الإنسان وهذه البيئة تتغير باستمرار، إلا أن أعظم تغيير لهذه العلاقة حصل بعد التقدم الصناعي التكنولوجي. إذا هنا عندنا هسه ما هو دور التقدم التكنولوجي بالتوطن مع الأمثلة. إذا تذكروا لي دور التقدم التكنولوجي مع الأمثلة اللي راح أشاركم إياها كلها، هذه نسميها أو نخليها أمثلة للتوطن. إذ لم يعد ينظر إلى البيئة على أنها شيء يتصف بالثبات ولا يمكن تغييره. إذا هنا يقولون لم يعد ينظر إلى البيئة. إذا كان في السابق ينظر إلى البيئة على أنها شيء يتصف بثبات تام لا يمكن تغييره، أي أن لها حواجز لا يمكن تخطيها. فإذا التقدم التكنولوجي أتاح لنا تكنولوجيا أنه إن إحنا نقدر نوصل المياه لمناطق نائية وبعيدة جدا. كان الإنسان يعتقد أنه من المستحيل تصل المياه إلى هذه المناطق، ومناطق أخرى تكون فيها نسبة المياه الصالحة للشرب 0%. بفضل التطور التكنولوجي أصبح هنالك مياه صالحة للشرب،
وأيضا هنالك مناطق نائية يصعب الوصول إليها وتعتبر مناطق خالية من السكان. فالتقدم الصناعي والتكنولوجي خلانا نوصل إلى هذه المناطق النائية، وهسه حاليا موجودة بها أعداد كبيرة جدا من السكان، فهذا كله بفضل التطور التكنولوجي. إذن فقد أتاح، هذا مو الجواب طبعا، هذا الجواب مو مقصد به الجواب هذا السؤال. هنا عندنا تعليل: التوطن بشكل أساس لم يعد قاسا على مناطق معينة كأحواض الأنهار، هذا حيكون جوابه. فقد أتاح هذا التقدم في مجالي الحضارة والتكنولوجيا للإنسان، التكنولوجيا للإنسان القدرة على هذا التغيير على حد كبير. أصبح بمقدور الإنسان اليوم تغيير أي شيء في الطبيعة يريد له أن يتغير. اللي تكلمنا عنه قبل شوي، يمكن من التوطن في أي ويمكنه من التوطن في أي منطقة من أنحاء هذه البيئة، حتى أصبح بإمكانه التوطن بأعداد كبيرة جدا تصل إلى عدد من الملايين، عدد من ملايين الناس في مساحة صغيرة. إذا هذا جواب هذا التعليل. فإذا عندنا هواي أمثلة عليها، أنه حتى مثلا عندنا بالنسبة للإمارات مثلا، هذه المناطق كانت مناطق صحراوية، نسبة لحد هسه نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب هي تقريبا 0%، هي تقريبا صفر يجوز أجزاء. فهذه المنطقة كانت صحراوية، إذا الآن هي تمتلك معامل ضخمة لتنقية المياه، وتعمل على أن تكون هذه المياه صالحة للشرب. فإذا هذا إيش صار؟ هذا كان بفعل التطور الجغرافي، حتى أصبح عندنا أنه يسوون سحاب اصطناعي تمطر أيضا، فهذا كله بفضل التطور الجغرافي. فاستوطننا أيضا، استوطننا بعض المناطق الصحراوية وبعض المناطق البعيدة عن الأنهار. كانت فكرة التوطن هي تدور حول المياه الصالحة للشرب والأنهار والمناطق الزراعية وأحواض الأنهار، لكن الآن بمقدورنا، أنه بمقدور الإنسان وصل إلى مناطق بعيدة، ربما حتى بعض المناطق الصحراوية استوطنها السكان حاليا بفعل هذا التطور الجغرافي والتكنولوجي. وأيضا أصبح من السهولة أيضا مد طرق النقل. فإذا طرق النقل والأنهار هي شريان الحياة. فإذا مثلا منطقة احنا تكون هذه منطقة بعيدة جدا، ما نقدر انه نمد عليها طرق نقل، فإذا هذه المنطقة تعتبر منطقة ميتة ومنطقة نائية، ليس بمقدور الإنسان أن يعيش فيه. ليش؟ لأن ليس هنالك طرق نقل. فإذا هذا بالنسبة للإنسان وتوطنه واتخاذه المساحة من الأرض كبيئة يعيش عليها أو مكان يعيش فيه. فإذا نكمل، قلنا هذا التعليل، هنا هذا الجواب. والتوطن بشكل أساس لم يعد قاصرا على مناطق معينة كأحواض الأنهار، فإذا هذا حيكون الجواب قرأناه قبل شوية. طبعا هذا الجواب ما التعليل، وتقدرون أيضا هذا الجواب تخلوه لي التوطن، ما هو دور التقدم التكنولوجي بالتوطن. فهذا تقدرون تخلون نفس الجواب، بس لكن هذا السؤال ما نكتفي فقط بهذا الجواب، نجاوب هذا وأيضا نجيب بعض الأمثلة اللي راح نجي نأشرها. إذا هذا مثال، هذا مثال، وإنما امتد إلى مناطق. إذا هنا يقول لنا إنه التوطن يعني كان محصور فقط في أحواض الأنهار، ليش؟ لأن بها مياه. فالآن ليس يعني قاصرا أو فقط في أحواض الأنهار يكون توطن، إنما امتد إلى مناطق كانت تعرف بضآلة سكانها، أي بقلة سكانها وعدم استقرارهم، عدم استقرارهم أي تنقل من منطقة إلى أخرى، وتتصف بكونها مناطق صحراوية. إذن هذا مثال، كما هو الحال بالنسبة لسواحل الخليج العربي الغربية، بل إن مناطق لا تبعد كثيرا عن الربع الخالي، صحراء الربع الخالي، ظهرت فيها مدن تسكنها أعداد كبيرة نسبية من السكان، كمدينة العين في دولة الإمارات. هذه تكون هذه المناطق قريبة من صحراء الربع الخالي الإمارات العربية المتحدة، وقد ساعد هذا التوطن التقدم الحضاري والتكنولوجي. إذا التقدم الحضاري والتكنولوجي ساعد هذه مثل العين ومثل سواحل الخليج العربي، ساعدهم أنه يستوطنون بأعداد كبيرة نسبيا في هذه
المناطق بفعل إيش؟ التطور التكنولوجي. إذا هذا مثال آخر، هذا تخلوية الجواب لين كاتب لكم هنا، كاتب لكم هنا مع الأمثلة. فإذا من هذا المثال مثال آخر، وقد حول الإنسان مناطق بحرية إلى يابسة توطن فيها كما فعل الهولنديون الذين جففوا الجزء الأكبر من أحد الخلجان التي كانت تطل عليها هولندا واستوطنوها. إذا كيف جففوا هذه الخلجان؟ طبعا بالتطور التكنولوجي اللي حاصل بالأدوات والتطور الصناعي اللي حصل، فاستطاعوا أن يجففوا هذه الخلجان ويتوطنون فيها. يتوطنون فيها إيش؟ يعني يستوطنون فيها السكان. وقد لعب التقدم الحاصل في طرق المواصلات دورا في توطن مناطق جديدة. إذا عندنا مثال آخر، هذه الثلاث أمثلة لحد الآن. إذ مكن التقدم على سبيل المثال من ظهور مناطق صناعية وفرت لها طرق المواصلات ووصول الوقود المواد الأولية والحضارة، مما ساعد لظهور مناطق صناعية التي جلبت الكثير من سكان العمل في مصانعها أو تقديم الخدمات لها، كما هو الحال في العديد من المناطق في الولايات المتحدة وروسيا وروسيا الاتحادية. إذن هذه المناطق أيضا ساعد التطور الصناعي، مثل ما نعرف من الثورة الصناعية أيضا حدثت في أوروبا. فإذا المناطق الشرقية من أوروبا أصبح فيها طورة أو طفرة جغرافية كبيرة، طفرة صناعية كبيرة، فبالتالي أدى إلى أن تكون الكثافة السكانية في هذه المناطق كبيرة جدا. إذا هذه بالنسبة للإنسان وتوطنه. وانتظر مفهوم التوطن في الجغرافيا من اتجاه بعض الجغرافيين للتحديد الجغرافية بالمناطق التي يستطيع الإنسان التوطن فيها. إذا هذا مفهوم آخر. أما بالنسبة للكائنات الأخرى النباتية منها والحيوانية، إذا الكائنات الأخرى كل منها يتوطن في مكانها في مكان المناسب لها، في المكان التي تستطيع أن تعيش فيها، ليست مثل الإنسان. إحنا بفعل التطور استطعنا أن نستوطن في المناطق البعيدة النائية، واستطعنا أن نستوطن في المناطق الصحراوية وأيضا في المناطق الخالية من المياه. أما الحيوان أو النبات فهذه تكون صعبة جدا، فكل إنسان في كل حيوان يعيش في المنطقة التي يتأقلم لها ويكون المناخ مناسب لها. إحنا ما نقدر ننقل الحيوانات من مكان إلى آخر والنباتات من مكان إلى آخر إلا بشرط أن تكون المناخ نفس المناخ، يكون المناخ إحنا نقصد إيش بالمناخ؟ درجات الحرارة والأمطار والرطوبة والضغط الجوي والرياح، هذه كلها نقصد بها المناخ، إلا وأشعة الشمس، إلا إذا كان المناخ مشابه، حيث يتوطن كل منها وحيث تؤلف أغلفة الأرض الثلاثة الغازية والهيدرولوجية واليابسة بيئة مثلى لتوطن كل منها من جهة، وتكييفها للعيش في كل من هذه البيئات من جهة أخرى، كالفيلة في المناطق المدارية وغزلان الرنة في المناطق الغضبية والإبل في المناطق الصحراوية، ويتوطن الرز في المناطق المدارية الرطبة والزيتون في المناطق في مناطق البحر المتوسط. إذا إحنا رح نجي على موضوع الانتشار. الانتشار إيش نقصد به؟ هذه الظواهر البشرية والطبيعية اللي تكلمنا عنها ما تكون ثابتة دائما، دائما في تغيير مستمر في كل زمان ومكان. إذا إحنا قد يظهر في الظواهر الطبيعية والمظاهر البشرية والظواهر الطبيعية. إذا فتوزيع المستقرات البشرية من حيث أعدادها لا يبقى ثابتا بل يتغير باستمرار نتيجة لعوامل ومسببات عديدة. إذا هذه الظواهر البشرية ما تكون دائما ثابتة، يكون دائما فيها تغيير مستمر بمرور الزمن. ليش احدث هذا التغيير في الظواهر البشرية؟ إذا نتكلم عن البشرية، إذا إيش مسببات هذه التغييرات؟ شنو سبب هذه التغييرات؟ عندنا أولا زيادة معدلات النمو، إذا أيضا يحدث في السكان تغيير في أعداد السكان، مو فقط أيضا في أعداد السكان وإنما في نسبة فئة الشباب وفئة الشيخوخة وفئة الأطفال وفئة إذا والهجرة أيضا تسبب تغيير، هي أحد مسببات التغيير.
وحدوث الأوبئة والأمراض، هذه أيضا إحدى مسببات التغييرات في المظاهر البشرية والكوارث الطبيعية. إذن هذه الأسباب مطلوبة من عندكم، خلينا نرقمها حتى. إذن هذه أولا، وهذه ثانيا، وهذه ثالثا، وهذه رابعا. إذن عوامل ومسببات التغيير في المظاهر البشرية والمستقرات البشرية من حيث أعدادها، هذا هو السؤال. إذن انتهينا من موضوع الانتشار، راح نجي على موضوع الإقليمية. موضوع الإقليمية تقدرون، يمكن التسجيل وصل إلى نص ساعة، تقدرون توقفون التسجيل وتأخذون استراحة 5 دقائق وترجعون تكملون حتى يكون عندكم التركيز كامل. لكن أنا راح أكمل. الإقليمية، إيش نقصد بالإقليمية؟ إذن الإقليمية نقصد بها فكرة المكان والمساحة. من نقصد، من نسمع كلمة الإقليمية، الإقليم، الإقليمية، نقصد به المكان والمساحة. شنو يعني المكان والمساحة؟ هسه راح نجي عليها بالتفصيل. إذن مثلا إحنا عندنا مناطق تشتهر بزراعة الرز، هذه المنطقة إحنا جينا على حدودها كلها رسمناها، هذه المنطقة بالتحديد مشتهرة بزراعة الرز. فإذا إيش هذا نسميه؟ نسميه إقليم الرز. على سبيل المثال، هذه المناطق الجبلية إقليم الجبل، يعني مناطق مثلا تشتهر بنوع معين من الظواهر الطبيعية أو الزراعة أو غيرها، فإحنا حدودها نرسمها ونسميها بإقليم. إيش يعني الإقليم؟ يعني مساحة محدودة من الأرض تختلف بخصائصها الطبيعية والبشرية عن المناطق الأخرى. الإقليمية بتعريف واضح وسهل، ده أقرأ لكم إياه مو من هنا طبعا، ده أعطيكم ما سهلها عليكم شوية اللي يريد يكتب. أيضا مساحة محدودة من الأرض تختلف بخصائصه الطبيعية والبشرية وغيرها من المناطق عن المناطق الأخرى. إذن هذا اللي نقصد به الإقليم، يعني منطقة معينة، مساحة معينة، مكان معين يختلف بخصائصه عن الأماكن الأخرى، فهذه المنطقة نسميها بالإقليم، هذه المنطقة سميناها بالإقليم. إذن هنا نسوي لها تعريف. إن فكرة الإقليم تنبثق من كون الظاهرة الجغرافية تختلف من مكان لآخر، نفس الكلام اللي ذكرناه، أي إنها تقوم على مفهوم التباين المكاني، يعني الاختلاف المكاني لهذه الظواهر. وقد يكون هذه التباين أو هذا الاختلاف في المظاهر الطبيعية كطبيعة السطح أو المناخ أو النبات الطبيعي أو المظاهر البشرية كاللغة والجنس والدين. ولا بد من الإشارة إن هذه الظواهر سواء كانت طبيعية أم بشرية فإنها ترتبط بفكرة المكان أو المساحة. فالامتداد المكاني شرط لازم لكل ما يراد دراسته تحت تعريف الإقليم، الذي يمكن تعريفه بأن مساحة معينة من الأرض تتميز بخصائص طبيعية وبشرية تميزها عن المناطق الأخرى. هذا التعريف اللي ذكرته قبل شوية، مساحة من الأرض، أرجع عيد حتى تترسخ في ذهنكم. يمكن أجيب لكم مثلا ما هو الإقليمية تكلم عنها. إذن حتى نكتب السؤال أيضا، إذن مكان محدود، إحنا بدنا نتكلم عن مساحة معروفة ومحدودة، إحنا حددناها ورحنا رسمنا لها حدود، إنه هذه المنطقة تختلف عن المناطق المجاورة لها والمناطق الأخرى. فإذن إيش نسميها؟ مثلا إحنا جينا على منطقة الجبل، حددنا لها، خلينا لها حدود، رح نجي، هذا إقليم، إيش حنسميه؟
أقليم الجبل. ليش؟ لأنها تعرف أو معروفة بالجبل. راح نجي على الجنوب، عندنا مثلا مناطق احنا نزرع بيها مناطق نخيل، راح نجي نحدد كل المناطق اللي تزرع بيها النخيل، نسوي لها حدود. فهذه المنطقة نسميها أقليم النخيل، إنه أقليم نقدر نزرع فيه النخيل. فهذه المنطقة تختلف عن المناطق الأخرى. فإذا هذه هي الفكرة من الأقليمية. حتى الإنسان وحتى كل ما يخص الإنسان، كل ما يخص البشر، فإذا حتى هذه نقدر نسويها على شكل أقاليم. إحنا مجرد نأخذ من عندها الفكرة ونحن نقدر نطبقها على أمور كثيرة وعديدة. فإذا هنا ما أطلب منكم الأسئلة أو النشاط، ما أطلب منكم النشاط ولا الأسئلة. فقط هنا لا تنسون إنه إحنا أشرنا على التوطن والانتشار والتفسير، عفوا التفسير لا، لكن الانتشار والتوطن الإقليمي إحنا شرحناه. نجي على الفصل الثالث، مصادر البيانات الجغرافية وطرق عرضها. إذن البيانات الجغرافية تتخذ البيانات التي تمثل قيم المتغيرات أشكالا مختلفة، وليس من العسير أو من الصعب إيراد أمثلة كثيرة لها من إحصاءات المتغيرات الطبيعية كانت كالارتفاع والأمطار ودرجات الحرارة ومقاييس التصريف النهري وزوايا الانحدار وقيم مساحة اليابسة وإحصاءات المتغيرات البشرية كتدفق النقل وأعداد السكان. وفي الوقت الذي يبدو فيه أمرا إيرادا مثل هذه الأمثلة أمرا يسيرا، فإنه على خلاف ذلك بالنسبة لتحديد مصطلح البيانات الجغرافية. إذن بشكل مختصر جدا راح نجي على مصطلح البيانات والحقائق، إيش نقصد بها، أجزاء تتألف منها المعلومات الأولية لموضوع معين. فالمساحة التي تشغلها فالمساحة التي تشغلها أو يشغلها هذا المحصول في البلاد كلها، أو عفوا في المساحة التي تشغلها زراعة الرز في كل محافظة من محافظات العراق، هذه تسميها بيانات، تمثل جزءا من المعلومات عن المساحة التي يشغلها هذا المحصول في البلاد كلها. فإذا إيش نقصد بهنا البيانات والحقائق؟ إحنا رح نجي مثلا في نينوى أو في أي منطقة أخرى نزرع بها مثلا البرتقال، راح نجي نحددها مثلا على سبيل المثال راح نقول 50 كيلومتر على سبيل المثال 50 كيلومتر. فإذا هذه 50 كيلومتر هي بيانات، وجزء من البيانات اللي احنا راح ناخذها على كل العراق، على كل المناطق في العراق التي تزرع فيها البرتقال، فهذا جزء من البيانات الكلية. فإذا رح نجي على خصائص البيانات التي تنفرد بهما عن غيرهما من المعلومات الواقعية. إذا إيش هي دقة البيانات؟ وما يكمن وراء البيانات غرض محدود. إذا دقة البيانات تستثمر هذه الصفة من حقيقة كونها خصائص رقمية تتخذ فيها المعلومات شكلا كميا لا لفظيا أي رقميا، ويرافق دقة البيانات هذه عادة كونها أكثر اختصارا وأسهل فهما من المعلومات الأخرى. إذا يكمن وراء البيانات غرض محدود. إذا شنو هو الغرض من وراء هذه البيانات؟ إذا إحنا عندنا غرض نجي نجمع به البيانات، إيش عندنا هدف وعندنا موضوع معين للدراسة، نجي على أرض الواقع حتى نجمع بيانات عن هذا الهدف اللي إحنا نريد نوصله. إذا إحنا نجمع البيانات لغرض موضوع معين، مو نجمع البيانات حتى نصل إلى موضوع معين. أكو فرق، إنه أنا عندي هدف مثلا أعرف مساحة الأرض السهلية في العراق، فرح يصير هذا رح يصير بيانات رقمية، مو أني رح أدرس ظاهرة أخرى مثلا الزراعة مثلا المناخ وبعدين أكتشف أنه مساحة المناطق السهلية كذا. فإذا هذه حتكون بيانات غير دقيقة، لازم عندي هدف وبعدين أجي أجمع البيانات. إذا إن أي موضوع أو بحث أو دراسة يتوقف عادة على ما يلي: كيف ومن أين نحصل على هذه البيانات، أو كيف نهيئ المادة للدراسة، ما الطرق التي يستعملها الطالب. إذن وهكذا كان على الطالب أن يخطط المراحل أولا قبل أن يقرر طبيعة دقيقة للبيانات. إحنا نقصد الطالب البيانات الدقيقة للبيانات التي عليه أن يجمعها.
فجمع البيانات ليس بالأمر الهين وإنما يواجه صعوبات معينة. فإذا جمع البيانات طبعا هو من لا شك فيه أنه من أصعب المهمات وأصعبها، و ليش؟ لأن هنالك صعوبات تواجه الطالب اللي يريد يجمع بيانات أو يسوي بحث أو يسوي دراسة عن منطقة معينة عن ظاهرة معينة. فإذا صعوبات هي مثل أنه هذه البيانات حتستغرق من عنده وقت كلش طويل، وأيضا هذه البيانات اللي راح نجمعها مكلفة جدا في بعض الأحيان، حتى في بعض الأحيان هنالك معلومات يمكن أنت تحتاجها لكن بسبب بعد المسافة وبعد فما راح تقدر أنت تروح تجيب هذه البيانات، لكن هذه البيانات موجودة مثلا في دائرة الطقس، فإذا لما تروح تجيب هذه البيانات فيمكن ما راح تحصلها مجانا، يمكن راح تشتريها بفلوس. هذه البيانات انت راح تشتريها بفلوس، هي بيانات موجودة ومدونة لكن انت راح تحتاج انه تصرف عليها اموال. اذا ما هي الخصائص العامة التي تميز البيانات الجغرافية؟ ايش هي الخصائص العامة اللي يمكن بها ان نميز البيانات الجغرافية؟ إذا ما عدة تصورات لعلاقات أو حل مشكلات ذات طبيعة جغرافية. إذا هذه البيانات اللي راح نجمعها شلون نعرف إنه نميز بها إنه هذه بيانات جغرافية؟ هذه البيانات اللي راح نجمعها تحل لنا مشكلة جغرافية. فإذا الغرض من الدراسة شنو؟ الغرض من الدراسة حل مشكلة معينة، أي بحث يقوم على مشكلة وحل، مشكلة وحل. احنا ما نقدر نسوي بحث اذا ما كان عندنا مشكلة وما كان عندنا بالمقابل الها حل. فمثلا حتى لما نقيس مساحات فهذه احنا دا نوجد حل لمشكلة، احنا عندنا ظاهرة مجهولة، عندنا مساحة مجهولة، فاذا احنا لما نجمع عنها بيانات فاذا هذه المجهولة كانت مشكلة بالنسبة لنا، فاذا لما اوجدنا لها بيانات فوجد الحل لها، فاذا يحل لنا مشاكل جغرافية. من هنا راح نعرف انه هذه ظواهر أو هذه بيانات جغرافية. إن طبيعة خصائص بعض البيانات ينعكس على أشكالها التي تجعلها تتناسب والاستعمالات الجغرافية بشكل يفوق صلاحية الاستعمال في الموضوعات الأخرى. إذن هذه البيانات بصورة سهلة، هذه البيانات اللي نجمعها يكون استعمالها أنسب في المجال الجغرافي. مفهومة هذه إنه بيانات حجمعها يمكن باستعمالات أخرى راح يكون ذات فائدة قليلة، لكن لما أستخدمها في الجغرافيا راح تكون هنالك فائدة كبيرة. فعلى الرغم من كل ما تمتاز به البيانات الجغرافية من تنوع، فإن المظهر الأرضي العام لمعظم أشكالها يتنوع مكانيا، أي أن القيم المتغيرة تختلف من مكان إلى آخر مما يضفي عليها طابعها الجغرافي. هسه يمكن إحنا دخلنا في موضوع بيانات وأرقام، فرح يكون موضوع شوية صعب الفهم عليكم، لكن بمرور الوقت حتتعلمون عليها وتفهموها كل زين. أو إنها تعود إلى موقع معين، إلا أن قيمها تتباين خلال الزمن. مثل إذا إحنا عندنا هنا تكلمنا على إنه إحنا لما مرات نجمع بعض البيانات، مثلا راح نقيس المناخ الموجود لمدينة دهوك مثلا. فلما اجي اقيس اشوف المناخ، الامطار، نسبة الامطار، درجات الحرارة في الصيف، درجات الحرارة في الشتاء، انخفاض، ارتفاع، ضغط الجوي، الرياح، لما هذه كلها اجي اخذها لمنطقة معينة، فهذه البيانات حتصير لهذه المنطقة، لمنطقة دهوك على سبيل المثال. هذه راح تتغير بمرور الزمن، قيم هذه المعلومات راح تتغير بمرور الزمن. يعني لما نجي مثلا ندرس عليها دراسة حاضرة حاليا ما راح نستفاد منها. ليش؟ لأنه متغيرة، صار فيها تغييرات، يجوز مو نفس نسبة الأمطار، سقوط الأمطار بالنسبة لهذه السنة والسنة الفائتة. فإذا هذه نقصد بها أنه هنا ده يقصد بها أنه قيمها تتغير خلال الزمن. لكن أما إذا أريد أرجع أدرس بها السنوات السابقة أقدر أستفاد من هذه المعلومات المناخية. أيضا عندنا التصريف النهري، التصريف النهري أي كمية المياه المارة بنقطة معينة من النهر، هذا نسميه تصريف نهري. وإحنا نعرف النهر هنالك موسم فيضان هنالك، فإذا التصريف أيضا فيه تغيير مستمر. وأيضا نفس الكلام عن
إنتاجية المعادن، مو كل السنوات وكل الأزمنة في نفس الإنتاج. وتعود القيم على أشكال مختلفة يمكن حصرها فيما يأتي. ألف النقاط، إذن هذه القيم أشكالها مختلفة، راح نجي نقيسها. النقاط كمي الحال بالنسبة للارتفاع والأمطار، هذه نقيسها بالنقاط، وزوايا الانحدار وتدفق النقل، والخطوط مثل كثافة النقل، هذه مرسومة بخطوط، والمساحات مثل كثافة السكان وإنتاجية المحاصيل. راح نجي على الثالثة، هذه الثالثة نتعود لهذه النقاط. ثالثا هذه فقط اللي مؤشر عليها هي مطلوبة، أما البقية اللي ما أشر عليها ما أطلبها من عندكم. إن للبيانات الجغرافية خصائص البيانات التي تستعملها العلوم الطبيعية والبيولوجية من ناحية، والعلوم الاجتماعية، خليني أشر هذه، والعلوم الاجتماعية من ناحية أخرى. على كل حال إن الجغرافيا بشكل أساس علم حقلي، هنا هذه أيضا أشرها ضمنها، أكثر من ما هو علم مختبري، هذه أيضا نأشرها وياها. رابعا يتم الحصول على البيانات الجغرافية عندما يسجل الجغرافي حقائق عن بعض نواحي الظاهرة الطبيعية، لهنا أطلبها من عندكم الباقي ما مطلوبة، أو عندما يقبل حقائق سجلها الآخرون وتعد الحقائق الجغرافية نوعا من التسجيل الشيئي للمشاهدات. إذا ويوصف هذا التسجيل بالموضوعي، إنه إذا أعيدت مشاهدة الظاهرة نفسها من أناس مختلفين سينتج عن ذلك المقولة نفسها عن الحقيقة، إلا أن هذا المعيار لا يوثق به كليا طالما أن التسجيل معرض لنوع من الخطأ، ولكن القواعد المنهجية في تحديد القياس والتصنيف تؤمن هذا النوع من الموضوعية في التسجيل. خامسا عندنا إن البيانات الجغرافية أو البيانات التي تؤخذ عن الوحدات الجغرافية قد تكون قائمة على موضوع مميز نسبيا كالمزارع والأمطار والبحيرات. إذا هذه البيانات ربما تكون إنه على موضوع مميز مثل المزارع والأمطار والبحيرات، أو في وحدات مصطنعة إلا أن لها أهميتها بالنسبة لدراسة الظواهر المستمرة كدرجات الحرارة والمسافة. يتم تحديد حدود المفردات في الحالة الأولى بالرجوع إلى الظاهرة نفسها، بينما يجب فرض الحدود في الحالة الثانية. فإذا هنا نتوقف، وهذا واجبكم، هذا مصادر البيانات، راح نجي منين احنا نحصل على البيانات. فالداتا والانفورميشن، فاذا هنا هذا حيكون واجب الى الواجب الى التعداد العام او الشامل او المسح الشامل، التعداد العام أو المسح الشامل.